بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان ولا عدوان. قلنا الفساد اللي أشار إليه القرآن حتى التوراة الصحيحة والزبور الصحيح والجوسبل الصحيح، الإنجيل، لابون نوفل، الخبر السار. شنو هو الخبر السار؟ هو اللي يترك ما يصير بالدنيا ويتبع الأنبياء عليهم السلام الذين هم أدوات لأن يكون البشر التابعين المؤمنين برسالة الأنبياء عليهم السلام أن يربطوا خيوطهم مع الرحمن فيتم خير ربي وعيشوا هنا حياة طيبة، وأثناء الحياة البرزخية يتنعموا في روضات الجنان، وبعد يوم الحساب هين لين وياخذوا الكتاب ويستبشرون بذلك. اقرأوا كتابي بل الناس مو من عارف أرواحها إيمانها ما يتطرق إليه شك ولم يغلبهم فيه أي شيطان رجيم. نعود إن شاء الله.